سلم الصدارة فريق الوداد بهدفين دون مقابل. بالنسبة لثلاثي تحكيم هذا المقابلة هناك خالد النوني بمساعدة بوبكر سينا ومحمد أمضماط، ثلاثي تحكيم من عصبة الغرب. الحالة الأولى دقيقة 22، هل هناك خطأ لفائدة فريق الدفاع الحسنية الجديدي؟ سي حسن خونات، بالفعل كاين خطأ. اللاعب ديال الوداد دفاع اللاعب ديال الدفاع الحسن الجديد، كان الحكم اعلن عن ضربه خطا لصالح فريق الحكم لم يعلن على اي شيء. سي حسن، كان المفروض للاسف كان قرار مجانب للصواب، كان المفروض انه يعني يعلن على خطا. ربما الموضوع ديالو كان مغطيه اللاعب ديال الوداد، ما كاين الحاله كفايه، كان هناك خطا. الدقيقه 23، هل هناك خطا لفائده زكريا حدراف لاعب فريق الدفاع الحسنيه الجديدي؟ نشوفوا هذا التدخل ديال لاعب هادو نقاش لاعب فريق الوداد. سي علي جرير، هل يستحق يعني هذا التدخل يعني انه يتم الاعلان على خطا لفائده زكريا حدراف؟ فعلا يستحق الخطا ضروري، هذا خطا باين بانه كاين، وهو الانذار ثابت لانه راه ولات فيها ضرب، ما بقاتش فيها غير تعرض. نشوفها من جديد، اكيد نتابعوها من جديد حتى نوضحوا الصوره من جديد. كيقول السي علي جرير كان هناك تدخل لي يستحق الانذار، حكم ما عطى والو، وما علاش على الخطا، ما كانش الاعلان على الخطا وما كانش اي عقوبه انضباطيه. سي علي تفضل. الخطا كاين ويستحق الانذار، واضح. دقيقه 27، لمن الخطا في هذه المحاوله؟ نشوفوا هذه الحاله في حدود الدقيقه 27. جميع اللاعبين كنظن بانه نقطه قوه ديال المغرب فاسي في السابق وفي التاريخ هو التدخلات، وهذا كان كيجي الحكم يشير خطا لفائده فريق الوداد الرياضي. واش بالفعل الخطا لفريق الوداد ام انه كان قبل ذلك خطا؟ نشوفوا هنا يعلن عن ضربه خطا لفائده فريق الوداد قريبا معترك. تفضل سي حسن خونة تشبال. بالفعل انت كان الخطا في الوهله الاولى لصالح اللاعب ديال الوداد، كنظن نقاش ما كانش الحكم يخلي الامتياز في هذه الحالات اللي كتكون لاتيرال بقى وما كتبانش فرصه، لا تكون فرصه واعده اللي غتبنى. دونك وحتى في الحاله الثانيه كان خطا استمر اللاعب ديال الدفاع الحسنجيني في ارتكاب خطا اخر اللي كان المفروض في البدايه يتم الاعلان على الخطا حتى ما يدخلوش لا يدخلوش لهذا الشيء، ولكن تفل الشباك اللي كان دار خطا اخر اللي كان عليه الخطا بالفعل الخطا لصالح الفريق الوداد. واضح. الدقيقه 47، تدخل النقاش، هل يستلزم العقوبه الانضباطيه؟ نرجعوا من جديد لاعب النقاش سي علي جرير، وربما كيكون الاقرب دخول عند توشاك ومن جديد ضد زكريا حدراف وضربه خطا لفائده فريق الدفاع الحسني الجديد. تفضل سي علي جريح. فعلا ما فهمتش الحكم زعما مع النقاش نهار الحد، واش كان عاجبو النقاش، واش كان ما فهمتش اللي ما يعطيش انذار ما يعطيش كوفرو ما كان الخطا كاين الخطا بالنسبه للاعب النقاش. واضح. نمشيو لاخر حاله في هذه المقابله دقيقه 53، هدف مرفوض لفريق الدفاع الحسني الجديدي. واش كان لاعب اظن ناح في موقف تسلل حسب الاشاره ديال الحكم المساعد بوبكر سينا؟ تفضل سي حسن خونات. بالفعل ما يمكن الا انه بالحكم سينا اللي التركيز ديالو اللي بقى مركز خلى الكره تستمر، ومن اللاعب ديال الدفاع الحسن الجديد اللي كان في وضعيه تسلل البدايه عند انطلاق الكره من الزميل ديالو ورجعوا اعلن على تسلل، كان قرار صائب. الموفق بوبكر سينا كذلك يعني تحسب له هذه اللقطه انه خلات توصلت الكره عاد كانت عمليه الاشاره. الحكام اللي عندهم واحد الرصيد ديال الاكسبيريونس اللي عنده، انسان قديم انسان سميتو ما كيعرفش. اذا هذه كانت اخر حاله في المقابله ديال فريقي الدفاع الحسني الجديدي والوداد. نمشيو لمباراه الرجاء.